بعد نجاح تجربة وزارة التربية والتعليم في تشغيل الفصل الدراسي السابق وتوفير الخدمة التعليمية للطلبة من خلال التعلم عن بعد، أعلنت الوزارة بأنها سوف تأخذ بآلية جديدة تسمى التعلم المدمج. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدثت الأستاذة لطيفة البنوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم عن مميزات هذه الآلية ومزاياها. النتيجة لقرار اللجنة التنسيقية بأن نخير أولياء الأمور بأن يختاروا أما أن يكونوا موجودين الطلبة في قاعدة الدراسة بالمدارس أو أن يتعلموا عن بعد، فبالتالي فرصة التعلم المدمج هي تتيح التعلم لكلا يعني الطلبة الموجودين داخل الصفوف واللي موجودين خارج المدرسة عن بعد. فبالتالي احنا العام الماضي من خلال الفصل الدراسي الثاني طلقنا اللي هي الفصول الافتراضية المركزية، وهي لأول مرة لم تكن لدينا فصول افتراضية مركزية. لكن الحين من خلال التعلم المدمج راح يكون لهذه الفصول المركزية الافتراضية المركزية دور أكبر، بالمقابل ستكون تدار كانت تدار من خلال إدارة نظم المعلومات بالوزارة، أيضا الحين نقدر أن تكون إدارة الفصول الافتراضية من داخل المدرسة عن طريق نيتناو. فبالتالي احنا سمحنا للتقنية بأن تأخذ أشكالها المختلفة وأن يتم استقلال كل ما هو متاح تقنيا من خلال طبعا التعلم المدمج، ولا نقصد فقط اللي هي الجانب الإلكتروني توفير فقط حواسيب. أيضا احنا استخدمنا الدروس المتلفزة بالتعاون مع وزارة الإعلام مشكورة، حيث يعني خلينا نقول آلاف الدروس تم تصويرها للطلبة ومتاحة وموجودة أيضا على البوابة التعليمية، موجودة على اليوتيوب. فبالتالي نجد أن التعلم المدمج فتح لنا قنوات يعني استخدام قنوات تواصل مختلفة. فبالتالي نحن دمجنا كل ما هو متاح مع التعلم.